احنا عندنا كيوبيك روت او كيوب روت اوف راشونال نمبر. خدنا احنا السنه اللي فاتت ليسون اسمه سكوير روت. سكوير روت سكوير روت مثلا لنمبر 4. اوكي فاكرين حاجه زي كده؟ ده اسمه سكوير روت. سكوير روت سكوير روت يعني بشوف ايه النمبر اللي بعمله تايمز اتسلف يديني 4. انا عارف ان ال 4 ايكوال 2 تايمز 2، يبقى باخد من الروت 4 باخد ايه؟ باخد 2. تمام، باخد من كل 2 باخد 1. يعني لو انا عايز اعمل سكوير روت ل 16 بنعمل فاكتورايزنج كده زي ما كنا بنعملها في الابتدائي، اهو 16 كده divided 2 equals 8 divided 2 equals 4 divided 2 equals 2 divided 2 equals 1. تمام، الاثنين دول كل اثنين باخد منهم ايه؟ باخد منهم واحده بس، يبقى عندي 2 times 2 equals 4، يبقى square root 16 equals 4. طبعا احنا بنعملها بالكالكوليتر ما عنديش مشكله، تمام، ولكن احنا بنتعلم ازاي نجيبها without using calculator برضه. بنعرف يعني ايه square root. يعني خدنا مثلا square root ل a power 2 يبقى equals a. تمام، بنعمل power divided 2. لو قلت مثلا square root ل x power 4 دي تبقى x power 2، باخد الباور اعمله divided 2، بعمل باور divided 2 equals 2. تمام، الليسون ده احنا واخدينه السنه اللي فاتت بنراجع عليه، مش عارف فاكرينه ولا لا. تمام، يعني احنا لو قلنا سكوير روت ل 81 بنجيب على طول على الكالكوليتر سكوير روت ل 81 equals a equals 9. تمام، ممكن برضه لو عملنا فاكتورايزيشن كده 81 طبعا مش تنفع divided 2، هنعملها divided 3 equals 27. 27 divided 3 equals 9. 9 divided 3 equals 3 and 3 divided 3 equals 1. بناخد من كل اثنين واحدة يبقى دي 3 ومن الاثنين دول 3. 3 times 3 equals 9. The square root لل 81 equals 9. تمام، فاكرين الاسم ده ولا لا؟ فاكرينه؟ عبد الرحمن فاكر الاسم ده؟ واضح الكلام ولا في مشكله؟ فاكره، لا مفيش مشكله. طيب هدينا، ها الدنيا عامله ايه؟ عشان نخش على الموضوع الجديد بتاعنا. لا فهمته فهمته. طيب تمام، فاكراه ولا فهمتيه بس يعني؟ أنا فاكرة إنك خدتيه ولا لا؟ أنا مش فاكرة. تمام. لا هو أنا فاكرة إن أنا أخدته. تمام. بس كنتش فاكرة، بس دلوقتي افتكرته. طيب ماشي. هو أنا لازم أقوله علشان أنا محتاجه دلوقتي إن أنا هاخد كيوبيك روت. إحنا علامة سكوير روت اللي هي العلامة دي. تمام؟ هي المفروض سكوير روت يعني كده، بس طبعًا إحنا ما بنكتبش التو. يعني هي سكوير روت أهي كده. يبقى انا لما ما اشوفش نمبر هنا كده يبقى معناها سكوير روت. هناخد حاجه اسمها بقى كيوبيك روت. كيوب روت اوف اراشونال نمبر. تمام؟ كيوب روت يعني ايه؟ يعني النمبر اللي اعمله تايمز اتسلف، نمبر اعمله تايمز اتسلف ثلاث مرات بقى. هناك كنت بقول مرتين، يعني مثلا لو قلت كيوبيك روت ال 8 يبقى ال 8 ايكوالز 2 تايمز 2 تايمز 2. المرة دي باخد واحدة بس، من كل ثلاثة اخد واحدة. انا في السكوير روت من كل اثنين باخد واحدة، لكن هنا في الكيوبيك روت باخد من كل ثلاثة واحدة. يعني بشوف النمبر اللي تايمز نفسه ثلاث مرات بيديني ال 8، النمبر ده اللي هو ال 2. يبقى كيوبيك روت 8 equals 2. طيب لو انا قلت كيوبيك روت ل 27، كيوبيك روت ل 27 يعني ايه؟ برضه لو عملت فاكتورايزيشن كده divided 3 equals 9 divided 3 equals 3 divided 3 equals 1
زي ما اتفقنا كيوبيك روت يبقى من كل 3 اخد واحدة يبقى كيوبيك روت ال 27 equals 3 تمام؟ يبقى ده معنى الكيوبيك روت. يعني لو انا قلت كيوبيك روت ل 64 لو انا ممكن استخدم الكالكوليتور برضه ب 64 equals 4 times 4 times 4 باخد ايه؟ واحده منهم بس يبقى equals 4. طب لو قلت كيوبيك روت ل 125 ممكن تحسبها لي كده سريع؟ كيوبيك روت ل 125 تمام. ممكن زي ما قلنا بنستخدم الكالكوليتور كده بقول ايه كيوبيك روت شيفت دي كده او كيوبيك روت ل 125 اهو equals 5 تمام. ده using calculator. لكن انا ممكن اعمل برضو اشوف ال 125 دي اللي هي ممكن divided 5 equals 25 divided 5 equals 5 divided 5 equals 1 من الثلاثة دول باخد واحدة بس اللي هي 5 يبقى cubic root 25 equals a 5. طيب هل في كيوبيك روت لنيجاتيف نمبر وهل في سكوير روت لنيجاتيف نمبر؟ هل في سكوير روت لنيجاتيف نمبر؟ يعني لو قلت روت نيجاتيف 4 ولو قلت روت لنيجاتيف كيوبيك روت لنيجاتيف ايه؟ هل في روت لنيجاتيف؟ طبعا ما فيش. اعتقد ان انتوا عرفتوا الحكايه دي. مفيش سكوير روت لنيجاتيف نمبر لان مفيش نمبر تايمز اتسلف يدي نيجاتيف 4. يعني نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 ايكوالز 4 بوزيتيف. طب لو انا قلت نيجاتيف 2 تايمز 2 يديني نيجاتيف 4. طب الاثنين مش زي بعض. انا اتفقت ان سكوير روت يعني 2 نمبرز زي بعض يبقى مفيش سكوير روت لايه؟ لنيجاتيف نمبرز تمام. طيب الكيوبيك روت لنيجاتيف 8 النيجاتيف 8 دي ايكوالز ها نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 يبقى ايكوالز نيجاتيف 2. يبقى في كيوبيك روت لنيجاتيف نمبر بس ما فيش سكوير روت لنيجاتيف نمبر تمام. ممكن اجي بقى اكتب حاجه زي كده نمبر ها زي كده 0 1 2 3 4 5 مثلا 6 قول ايه بيرفكت سكوير. بيرفكت ايه سكوير؟ يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني النمبر ده باور 2 0 0 باور 2 0 1 باور 2 1 2 باور 2 equals 4 3 باور 2 equals 9 4 باور 2 equals 16 5 باور 2 equals 25 6 باور 2 36. طب في حاجة اسمها بيرفكت كيوب. بيرفكت كيوب 0 باور 0 ايكوال 0 1 باور 3 سوري 0 باور 3 ايكوال 0 1 باور 3 ايكوال 1 2 باور 3 8 3 باور 3 27 ماشي 4 باور 3 64 5 باور 3 ايكوالز 125 و6 باور 3 216 وهكذا. دول اسمهم بيرفكت سكوير. يعني ايه بيرفكت سكوير؟ يعني النمبر ده باور 2 باور 2 وهناك كده يبقى النمبر باور 3 تمام. يبقى انا من هنا بقى ممكن ارجع العكس. انا على حكايه السكوير روت عكس باور 2 سكوير روت عكس باور 2 تمام. وكيوبيك روت عكس باور 3. يعني انا لو قلت كيوبيك روت لل 27 يبقى كام؟ تبقى 3. كيوبيك روت لل 64 4. كيوبيك روت لل 125 تبقى 5.
كيوبيك روت ل 2 بلس 16 ايكوال 6. طيب يا مستر انت بتقول لنا الحاجات دي ليه؟ احنا ما احنا بنشتغل بالكالكوليتر. اه بس احنا بنبقى عارفين برضو النمبرز دي من كتر الحل كده، هنحتاج الحكايه دي في الدروس اللي قدامنا نعرف الايه البيرفكت كيوب يعني ايه وبيرفكت سكوير يعني ايه. تمام؟ في نفس الوقت بقى مش كل مره لازم اطلع الكالكوليتر واشوف كيوبيك روت 27 كام، انا حليتها كتير قبل كده فاصبح الموضوع بالنسبه لي ايه بسيط وايه وسهل. تمام؟ تعالوا نحل كده مع بعض بعض الحاجات على الموضوع ده. او كومبليت ذا فولوينج ايه تيبل، كومبليت ذا فولوينج تيبل ال 8. ها لو انا خدت كيوبيك روت لل 8 تبقى كام؟ عايزين بالدور كده. يلا عبد الرحمن شوف. تمام ردينا كيو بيك روت 125 دي قلت فيها 5 نيجاتيف 27 ردينا نيجاتيف 3. تمام هنا بقى نيجاتيف 10 هنا نيجاتيف 10 تمام يبقى ايه يبقى عايزين نعملها باور 3 نيجاتيف 10 نعملها باور 3 تبقى نيجاتيف 1000 تبقى نيجاتيف ايه 1000. تمام يبقى انا لو ثواني لو انا عندي من فوق لتحت اعمل كيوبيك روت. تمام لو من تحت لفوق يبقى اعمل باور 3 يبقى نيجاتيف 10 باور 3 يبقى نيجاتيف 1000. تمام يبقى من فوق لتحت كده من تحت لفوق بعمل باور 3 من فوق لتحت بعمل ايه كيوبيك روت. ها يلا يا عبد الرحمن كده قول لي 3 اند 3 اوفر 8 دي ممكن اعملها ازاي؟ عبد الرحمن يحضر احول 3 اوفر 8 للديسمال الاول. طب ما تخلي هي ممكن بس ما تخليها لي خليها لي فراكشن خليها لي فراكشن. تمام خليها لي فراكشن يبقى بنعمل 3 تايم عارف الحكايه دي 3 اند 3 اوفر 8 تمام يبقى بنعمل 3 تايمز تايمز 8 3 تايمز 8 24 بلس 3 يبقى 27 27 اوفر 8. تمام حولتها من ميكس لفراكشن. ناخد بقى الكيوبيك روت ناخد الكيوبيك روت تبقى ايه؟ ثري اللي فوق بقى خد كيوبيك روت اللي فوق 27 تبقى كام؟ 3 3 وال8 تبقى كام؟ 4 3 وتحت كيوبيك روت ال8 2 ممكن نستخدم الكالكوليتر وممكن نعملها في دماغنا كده. يلا يا رضاي نيجاتيف 8 اوفر 125 نيجاتيف 8 اوفر 125 هنعمل اللي فوق لوحدها واللي تحت لوحديها. هي كانت نيجاتيف 2 اوفر 5. تمام برافو عليك نيجاتيف 2 اوفر 5. تمام طيب 6 هنعملها باور 3 يا عبد الرحمن طبعا كده كام؟ طبعا 216 تمام طيب ونيجاتيف 4 باور 3 تبقى نيجاتيف 64 بالكالكوليتر. تمام طيب هنا find each of the following find each of the following cubic root ل 216. ها يلا ردينا six. تمام برافو عبد الرحمن negative 343 نيجاتيف 7 تمام ودينا
كيوبيك روت 64 4 اوفر 5 تمام ماشي نيجاتيف 8 اوفر 27 نيجاتيف 2 اوفر 3 نيجاتيف 2 اوفر 3 تمام نيجاتيف 2 اوفر 3 تمام كيوبيك روت 0.001 ها 1 over 10 هي طبعا كانت اصلها 1 over 1000 كيوبيك روت ال 1 1 وال 1000 تبقى 1 over 10 او 0.1 تمام عبد الرحمن هنحولها برضه تاني لفراكشن صح؟ اه يبقى كيوبيك روت لكام؟ نيجاتيف 64 اوفر 27 تمام نيجاتيف تمام يبقى ايكوالز ايكوال 64 تبقى ايه؟ 4 اوفر 3 خدوا بالكم ان ال 64 دي نمبر مشتركة بين السكوير روت والكيوبيك روت الوحيدة غير الزيرو والوان اللي ليها سكوير روت وليها كيوبيك روت الوحيدة اللي ليها سكوير روت السكوير روت بتاعتها 8 والكيوبيك روت بتاعتها 4 تمام فخلي بالي هو مديني سكوير روت ولا كيوبيك روت يبقى 4 over 5 تمام 8 اكس باور 3 رودينا هتبقى كيوبيك روت 2 الاكس باور 3 ها اكس كده احنا قلنا الكيوبيك روت نعمل الباور ديفايدد 3 نعمل الباور ديفايدد 3 تمام طيب نمبر 8 كيوبيك روت نيجاتيف 27 اي باور 6 نيجاتيف 3 a باور 2 باور 2 تمام تمام 100 100 ممتازين برافو عليك طيب تعالوا نشوف دي بقى كيوبيك روت a باور 3 رجعينا لسه حلينا زي نفس اللي حلناها كانت اكس هناك هي a زي الاكس بقى كيوبيك روت a تبقى ايه بقى بس طيب. a ايه بس ايه بصوا في حاجة إن أنا لما يكون عندي مثلا كيوبيك روت لإكس باور 3 نشيل الروت مع الباور 3 تبقى إكس على طول تمام؟ ماشي يبقى لو لكن لو قلت سكوير روت لإكس باور 2 ممكن أشيل سكوير روت مع الباور 2 تبقى إكس برضه ماشي يعني لما يكون عندي حاجة باور 3 وليها كيوبيك روت شيل الكيوبيك روت مع الباور تبقى إيه؟ طيب هنا كيوبيك روت كام ايكوالز 4 دور عبد الرحمن مش كده؟ اه ها كيوبيك روت لكام بتطلع 4؟ 64 64 تمام انت حفظتها اهو طب لو انا مش حافظها اعمل ايه؟ عايز ارجع لدي ها اعمل هنا باور 3 وهنا باور 3 تمام؟ يبقى 4 باور 3 تبقى 4 باور 3 تطلع 64 طيب رودينا روت 16 بكام؟ هو انا هفكها تبقى 4 اه اجيب الريزلت تمام بتاع برافو يبقى 4 هعمل 4 بقى اللي هي كيوبيك روت كام؟ بقت زي المساله اللي فاتت على فكره 4 اللي هي كيوبيك روت لكام؟ اه 4 باور 3 صح زي ما انت قلت برافو يبقى ايه 64 تمام يلا يا عبد الرحمن كيوبيك روت لنيجاتيف 125 هو المفروض نشيل نيجاتيف؟ بنشيل لا بنشيل نيجاتيف عشان الابسوليوت طبعا اه يبقى ايكوالز 5 5 دي اللي هي سكوير روت كام؟ عايز اجيب النمبر اعمل ايه؟ عكس الروت عكس الروت يبقى ايه؟ 125 لا دي خد بالك مش عايزين نلخبط بين السكوير روت والكيوبيك روت طيب تبقى ايه؟
5 باور 2 بقى مش سكو مش باور 3 باور 2 9 5 باور 2 25 25. تمام ماشي كيوبيك روت لل 8 رودينا كيوبيك روت لل 8 انا كيوبيك روت 8 تدينا 2 تمام يعني نيجاتيف 2 تمام يبقى بلس يبقى ايكوالز زيرو برافو عبد الرحمن كيوبيك روت 27 ماشي كده اول حاجه كيوبيك روت 27 ايكوال 3 تمام 64 ايكوال 4 عملناها كتير قوي 3 minus 4 negative 1 تمام برافو ها كيوبيك روت 27 باينة هتبقى 3 ايوه والكيوب روت نيجاتيف يبقى 3 يبقى نيجاتيف نيجاتيف يبقى ايه بوزيتيف تمام مش كده يبقى 3 بلس 3 3 بلس 3 يبقى 6 طيب روت 9 سكوير روت 9 سكوير روت 9 روت 9 3 تمام كيوبيك روت نيجاتيف 8 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تمام يبقى 3 بلس نيجاتيف 2 ايكوال ايه؟ 1 ايكوال 1 تمام 3 بلس نيجاتيف 2 ايكوال 1 تمام طيب روت 64 8 minus 4 يبقى equals 4 تمام تمام ها عبد الرحمن negative cubic root negative 1 negative هتضيع النيجاتيف اللي هو بوزيتيف ايوه negative في negative تبقى positive positive 1 تمام يبقى 1 plus 1 equal to 1 ايه بقى minus مش دي minus negative negative بقت positive هنا بقت 1 minus 1 يبقى equal 0 تمام ماشي negative cubic root 64 نفس الحاجات برضه عماله ايه بتتكرر اهو زي ما انت شايف تمام negative 4 فوق ايوه وتحت تبقى ايه تمام تمام نيجاتيف تمام يلا ما نشوف دي فكروا فيها انتوا الاثنين كده احط كام هنا كده هي مش صعبه يعني بس بقول يعني ها انا عارف ان انت تعرف تحلوها ثانية واحدة 61 61 تمام برافو عليك ممتاز يا عبد الرحمن ليه؟ عشان المفروض اللي تحت الروت ده كله يطلع 125 تمام 125 يبقى اللي هي 64 بلس كام؟ بلس 61 يعني اعمل 125 ماينس 64 يديني 61 تمام هنشوف بعد كده اللي تشوز يلا يا رودينا
cubic root negative 8 power 2. 4. يبقى 4 تمام. تمام. ها cubic root 1 over 8 power 2. ثانية واحدة. One over four. One over four. ممتاز. تمام. يلا يا رداي. ممتازين انتوا قوي. ها. cubic root negative 64 plus root 16. Zero. برافو عليك. negative 4 plus 4 equals 0. تمام. بعد كده root 25 minus cubic root negative 125. زيرو. زيرو لا مش زيرو. استعجلت. نيجاتيف نيجاتيف دي عامله معاك ايه؟ بوزيتيف. تبقى 10. طيب اللي بعدها رزينة. دي تطلع كام؟ تمام دي تطلع 2. خدوا بالكم انا هشيل الروت مع الباور بس بشرط ان يكون ده بوزيتيف في الباور 2 يعني ده يبقى ايه؟ يبقى 2 تمام؟ يعني ده الناتج بتاع ده يبقى 2 بلس نيجاتيف 2 كيوبيك روت نيجاتيف 2 2 بلس نيجاتيف 2 يبقى 0 تمام. طيب يلا اللي بعديها الرحمن. ها هو طبعا الكالكوليتر بتحل لي الكلام ده. ايوه اول حاجه عن تبقى 27 over 8 تمام كيوبيك 20 رول كيوبيك روت 27 over 8 يعني اللي هي تبقى 3 over 2 over 2 تمام يعني 3 over 2. طيب وروت 0.25 دي لو انا حطيتها فراكشن وممكن اعملها كده بس اسهل لي لو هي 1 over 4 صح؟ او بالكالكوليتر برضه تمام؟ يبقى روت 1 over 4 يعني 1 over 2 مش كده؟ يبقى 3 over 2 1 over 2 يعني 4 over 2 4 over 2 ايوه equals 2 يبقى الاجابه 2. احنا قلنا الكالكوليتر ممكن تعمل الحكايه دي كلها مره واحده. ماشي كيوبيك روت ل 0.001 تايمز 1 اوفر 8. ممكن على فكره اخد روت كل واحده لوحدها ما دام ده تايمز. ما دام هنا تايمز يبقى اخد روت دي لوحدها وروت دي لوحدها. يبقى روت 0.001 تبقى بكام؟ رضينا 1 over 10 تمام وال 1 over 8 الروت بتاعتها روت الكيوبيك روت 1 over 8 1 over 2 مش كده؟ يبقى كله 1 over 1 over 8 20 1 over 20 تمام؟ طيب كيوبيك روت 10 ال 1000 كيوبيك روت 1000 عبد الرحمن نيجاتيف 2 كيوبيك روت 1000 ايوه يبقى 10 تايمز كيوبيك روت بتاع ده نيجاتيف 1 اوفر 5 ايكوال نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 اوفر 5 يبقى ايكوالز نيجاتيف تمام ماشي كيوبيك روت نيجاتيف 27 يا رودينا يبقى كام؟ نيجاتيف 3 بلس روت ها ده 12 and 1 over 4 يعني 12 times 4 48 بلس 1 يبقى 49 over 4 يبقى روت 49 over 4 اللي هو 7
over 2 plus cubic root 0.125 اللي هي 1 over 2 برضه. نعمل انا قلت برضه ممكن الكالكوليتر تعمل لي كل الكلام ده، يبقى negative 3 plus 2 negative 1. عايز دي بقى نمبر 10 نحلها احنا الاثنين كده ماشي. ها كام اف نيجاتيف روت 5 الاجابه تبقى 5. لا ثانيه واحده سي 125 يبقى 1 بس نيجاتيف بقى تبقى دي صح؟ دي تطلع لي نيجاتيف 5 عشان اخلص من كيوبيك روت دي بقى اعمل باور ايه؟ باور 3 يبقى نيجاتيف 125 تمام؟ طيب لو حلينا ايكويجن بقى بالشكل ده فيها كيوبيك روت اكس باور 3 بلس 27 ايكوال 0 انا بحل الايكويجن عادي، نسيب بس الاكس باور 3 دي للاخر. النمبر 0 ده هتجيله 27 يبقى اكس باور 3 ايكوالز 0 ماينس 27 يعني اكس باور 3 ايكوال كام؟ نيجاتيف 27 دي اكس باور 3. انا عايز اكس مش عايز اكس باور 3، يبقى المفروض اجيب الاكس ازاي؟ اعمل كيوبيك روت للاكس باور 3، وما دام عملت حاجه في اليمين او في الشمال لازم اعمل نفس الحاجه في اليمين. يبقى كيوبيك روت لاكس باور 3 تبقى ايكوالز اكس، كيوبيك روت لنيجاتيف 27 يبقى ايكوالز نيجاتيف 3، يبقى اكس ايكوالز نيجاتيف 3 اللي هي سوليوشن سيت، سوليوشن سيت يبقى نيجاتيف 3 تمام؟ طيب نمبر 2 مين يحلها معايا؟ وضحت دي نمبر 1 ولا فيها مشكله عيدها تاني؟ لا مفيش مشكلة. طيب ماشي مين يحل معايا نمبر 2؟ هنعمل ايه الأول؟ السماعة عندك عايزة تظبط شوية يا يعني الصوت بيجي بس ضعيف شوية. هنودي ايه؟ السيفن الناحية التانية هي فيها خطوة زيادة. يبقى ايه؟ اكس باور 3 ايكوالز 8 ماينس 7. يبقى ايه؟ اكس باور 3 ايكوالز 1. هنعمل دايما متعودين نعمل ديفايد عن الحاجة اللي جنب الاكس كده. يبقى x باور 3 equal 1 over 8. بعد كده اخر خطوه خالص ناخد الكيوبيك روت هنا وهنا. كيوبيك روت ال x باور 3 تبقى x، وكيوبيك روت ال 1 over 8 اللي هي 1 over 8 over 2. يبقى solution set 1 over 2. تمام؟ ماشي طيب نحل دي. هننقل برضو 16 يبقى 16 يبقى 3 over 8 minus 16. ممكن نعملها بالكالكوليتر مفيش مشكلة. أقول 3 over 8 3 over 8 minus 125 over 8 تمام، اللي هي طبعا ليها كيوبيك روت عندي. يبقى x باور 3 equals negative 125 over 8. يبقى ال x equals cubic root هنا يبقى negative 5 over 2. تمام يبقى solution set ما ننساش ما دام كاتب لي solution set يبقى انا اكتب solution set negative 5 over 2. تمام؟ رودينا رحت فين؟ الصوت مش طالع ليه؟ نعم حضرتك بس انا مش عارفه مين اللي يحل. طيب ماشي يا ستي كان الصوت بعيد شويه فانا ما كنتش سامعك. ماشي طيب نحل بقى دي
هحلي دي طيب معايا، ها نعمل ايه؟ يبقى عندي هنعمل الاكس هنحط عليها باور 3. لا، ما ينفعش ان انا براكتس باور 3 اقول تبقى الاكس باور 3 و3 باور 3، لا مش كده. اذا كانت لما كانت باور 2 كانت بتطلع 3 تيرمز، لا انا عايز اخلص بالباور 3 من الاول. اعمل ايه؟ اعمل روت كيوبيك روت، وهنا كيوبيك تبقى دي ايه؟ اكس بلس 3 بس، وهنا كيوبيك روت 343 اللي هي ب7 بحسبها، وبعدين بقى يبقى الايكويشن عاديه جدا، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 7 ماينس 3 يعني ايكوالز 4، يبقى اكس ايكوال 4، يبقى سوليوشن سيت ايكوالز 4. تمام ماشي عبد الرحمن، ها نفس الفكره تقريبا، نفس الفكره. تبقى اكس بلس 3. ها خلصنا دي، بتقول على ايه بقى؟ طيب احنا طلعنا دي اكس اكس 3 اكس بلس 1 3 اكس، ايوه 3 اكس بلس 1 كيوبيك روت نيجاتيف 8، نيجاتيف 2. تمام، يبقى 3x equals نيجاتيف 3x نيجاتيف 2 بلس 1 ماينس بقى، لا ماينس 1، يبقى 3x equal نيجاتيف 3 نيجاتيف 3، يبقى x equal اكس ايكوال نيجاتيف 3 اوفر 3، يبقى اكس ايكوالز نيجاتيف 1، مش كده؟ مش بنعمل ديفايد 3 ولا ايه؟ نيجاتيف 1 سوليوشن سيت ايكوالز نيجاتيف 1. تمام؟ طيب واحدة تانية، يلا يا رودين، ها نعمل ايه؟ فيها كل مسألة بيبقى فيها تكة زيادة، حتة زيادة بس. قبل ما نعمل الكيوبك، ها هنعمل كيوبك روت؟ لا في حته قبل الكيوبك روت، اودي ال 7 الناحيه الثانيه، يبقى 2x بلس 1 باور 3، 2x بلس 1 باور 3 ايكوال 20 بلس 7، اودي ال 7 الاول، يبقى 2x بلس 1 باور 3 equals 27، يبقى 2x بلس 1 بقى هنا اخد الكيوبيك روت equals ايه؟ 3. انا هحل المساله دي بسرعه عشان الخط هيفصل ونرجع تاني بنفس اللينك، ماشي؟ لان هو كل 40 دقيقه بيفصل، ماشي؟ يبقى 2x equals 3 minus 1، يبقى 2x equals 2، يبقى x equals 1، بعد ما عملت 3 يبقى سوليوشن سيت عملت 20 بلس 7. تمام، هودي دي الناحيه دي، يبقى 20 بلس 7، يبقى 2x بلس 1 باور 3 ايكوال 20 بلس 7، يبقى 2x بلس 1 ايكوال 27 باور 3، سوري. ها هناخد ايه بقى؟ الكيوبيك روت سكوير روت، لا كيوبيك ليه سكوير؟ قصدي كيوبيك روت. كيوبيك روت، يبقى 2x بلس 1 بس ايكوالز 3. تمام؟ 2x بلس 1 ايكوال 3، نحل بقى عادي، ودي ال 1 و 2x ايكوال 3 ماينس 1 او 3 ماينس 1 بلس 1، يبقى 2x ايكوال 2، يبقى x ايكوال 1 بقى 2 ديفايدد 2 1، صح؟ لا دي ما فهمتهاش، اللي هي انهي بقى؟ من اول هنا كده دي ايكويجن عاديه، من اول اللي هو الجزء الاخير خالص اللي مش انتوا الايكويجن العاديه؟ عندي ايكويجن زي كده اهو، الايكويجن دي
2x plus 1 equals 3. بنحل ازاي؟ بنودي ال 1 يبقى 3 minus 1 يبقى 2x. يبقى 2x equal 2. يبقى x equal divided بقى اللي جنب ال x. كده يبقى x equal 1. ماشي يا عبد الرحمن ولا ايه؟ اه في حاجة مش واضحة؟ لا تمام الحمد لله. ماشي نشوف هنا find the value of x in each of the following. يلا بالدور كده قول يا عبد الرحمن. cubic root ال x equal 5 يبقى x equal number 1 يبقى 125 تمام يبقى x equal 125. ها رضينا x equal ثانية. أنا مش فاهمة بصراحة. نفس الفكرة بتاعت اللي فات بس عشان هي بقت فراكشن بقى بقت مشكلة ولا إيه؟ ما هي 5 زي ال 1 over 4. أنت عملتي هنا عملنا 5 باور 3 125. طب ما نعمل النيجاتيف 1 over 4 باور 3. نيجاتيف 1 اوفر ايه؟ 4 اوفر 4 ايه بقى؟ ما احنا هنعمل باور 3. لا انا لسه بحسبها. طيب ماشي. ثانية. لا أنا ما فهمتش بصراحة مش فاهم. يعني مش فاهمة أصلا من الأولى. من الأولى ليه؟ طب ما احنا حلينا زيها قبل كده. مش قلنا عكس الباور كيوبيك روت الباور 3 يعني كيوبيك روت x equal 5. كيوبيك روت فاكرة لما كانت جالنا السؤال كده؟ كيوبيك روت سبيس نقط كده equal 5. مش أنت قلتي 125؟ يعني كيوبيك روت كام بتطلع 5؟ قلنا بنعمل باور 3 هنا باور 3 وهنا باور 3 تمام. لو حطينا اكس ايه المشكله؟ بدل السبيس ده حطينا اكس تمام. يبقى ايه؟ يبقى نيجاتيف 1 اوفر 64. ايوه بالظبط كده بالظبط برافو عليك نيجاتيف 1 اوفر 64 تمام. يلا يا عبد الرحمن ها ده سهل ان انا اطلع الناتج بتاعه صح؟ اه تبقى 64 تمام برافو عليك. لا 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 ثواني لا لا نيجاتيف روت 4 يعني كام؟ نيجاتيف 2 ما ده يطلع الناتج بتاعه روت 4 ب 2 ما انا عارف الحكايه دي صح كده؟ يبقى الاكس ايكوال ايه؟ نعمل باور 3 نيجاتيف 2 باور ماشي يلا يا رودين هنعمل ايه قبل لما نعمل باور 3 هنعمل نيجاتيف 1 بلس 3 تمام برافو عليك يبقى كام نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 بلس 3 يعني تبقى كام يعني؟ يبقى كيو تبقى 2 نيجاتيف 1 هودي نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 بلس 3 يبقى 2 بلس 3 يبقى كيوبيك روت الاكس يبقى 2 الاكس ايكوال 2 باور 3 ايكوال 8 تمام. طيب اكس باور 3 ايكوال نيجاتيف 8 عبد الرحمن نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 ده x equal نيجاتيف 2 تمام. طيب يلا يا رضاي يبقى هنعمل سكوير روت x باور 3 قصدي كيوبيك روت كيوبيك روت x باور 3 equal x باور 3 فهتدينا اكس اكس سوري اكس يبقى ايكوال ايه 4
4. تمام، يلا اللي بعديها الرحمن. 3 over 3. ايه نمبر 7 دي اكس باور 3 3. هودي الفايف احل. بص اي حاجه جنب الاكس دي ننقلها، يبقى 32 minus 5. 32 minus 5 equal كام؟ 27. يبقى x equals 27 square root. Give it root. 3. يبقى x equals 3. تمام، نمبر 8 يا رودينا. هنعمل الكوبيك روت 2x باور 3 فهتدينا. قبل برضو انا عايز انضف حوالين الاكس الاول، مش عايز حاجه حوالين الاكس باور 3 الاول، اخر حاجه اعملها الكوبيك روت. تمام، يبقى انا عندي 2 دي عايز اخلص منها، اعمل ديفايد عليها. تمام، يبقى اكس باور 3 ايكوال 54 over 2. Divided 2 يعني يبقى equals 27. يبقى x 27. Or, يبقى x equals cubic root 27 equals equals 3. يبقى x equals 3 cubic root. صح كده؟ طيب نمبر 9 الرحمن. -200 over 1 over 5. تمام، برافو عليك. -200 divided 1 over 5. يبقى اكس باور 3 ايكوال -1000. يبقى اكس ايكوال كام؟ كيوبيك روت 1000. سهلة. نيجاتيف 10. تمام، ده كان موضوعنا النهارده بقى اللي هو الكيوبيك. ايه الكيوبيك روت؟ درس سهل ولذيذ. ها هي مقدمه لحاجه هندرسها، مجموعه ست جديده او مجموعه نمبرز جديده، ست اوف نمبرز، هنبقى نتكلم عليها ان شاء الله المره الجايه. تمام، ابعت لكم طبعا حاجه للهوم وورك، بس هي مش جاهزه دلوقتي، ان شاء الله احاول ابعتها النهارده او بكره بالكتير. تمام، اسئله شيتس للهوم وورك. تمام، استفدنا ان شاء الله كده تمام الدرس، ولا في اي اسئله؟